بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الحبيب. السلام عليكم البنات. اليوم ان شاء الله غادي نكملوا جلابه. عندنا المرحله ديال تركاب العقار من بعد ما جبناها من عند مول طرز الكمبيوتر، بعد ما فصلتها معكم وديتها طرزها. دابا ان شاء الله غادي نركبوا العقار. كنحتاجوا العقار، كنحيدوهم من الجهه ديال الخيط اللي لاصق فيهم. كما كيف ما كتشوفوا هذيك الجهه اللي لاصق فيها الخيط هي اللي غادي يبقى تشد فيها البرا والخيط. وان شاء الله غادي نحتاجوا الخيط ديال الخياطه، وكذلك غنحتاجوا الخيط مخشي في البرا على 4. انا هنا كنخدم لي باري ديال الفينيسيو، هذوك الباري ديال العقار. غادي نبداو ان شاء الله على بركه الله. كنشدوا الجلابه من الجهه ديال القب، غادي نعبروا 4 صبعان اولا 7 ديال السنتيم، هذه كتكون الفتحه ديال العنق. غادي نبداو ان شاء الله على بركه الله. كنثبتوا الخيط، كنثبتوه من الجهه ديال الداخل ديال الجلابه كدايا كيف ما كتشوفوا. من بعد كنثبتوا مع شي حاجه القب، كنبداو كنخشيو العقده من الجهه اللي حيدنا من هذاك الخويط. كنديروها بحال اللي غنتكيوها على السيفه من الجهه الاخرى. نتوما كيف ما كتشوفوا كتجي بحال ناعسه. كنخدموها من الجنب ديالها، كنضربوا الضربه الاولى والضربه الثانيه ان شاء الله. انتما كما كتشوفوا باش حيت كنقلبوها انتما كتجي واقفه، كتجي العقده واقفه كتشوف للفوق. من بعد كنضربوا الضربه الاولى في الثوب، كنضربوا الضربه الثانيه، من بعد كنديروا العقده الاخرى اللي موراها. ما بين العقده والعقده كنديروا تقريبا نصف سنتيم، كان نفس المسافه كنمشيو بها ما بين العقده والعقده. كنضربوا عاود الضربه الاولى، عاوتاني كنضربوا الضربه الثانيه، كنضربوا في الطرسان وكنضربوا في العقده في الجنب ديال العقده. نتوما كيف ما كتشوفوا ضربوا في الجنب ديال العقيده. الخيط بقات ديروا له الشمع، بقات حاولوا تشدوا القب بشي حاجه تثبتوه باش كتجيكم الخدمه مزيره وكتمشيو على نفس المسافه. كيف ما قلنا كنضربوا الضربه الاولى والضربه الثانيه، من بعد كنديروا العقده الاخرى يعني اللي تابعه اللي فات. ما قلت لكم ما بين كل عقيده وعقيده كنديروا واحد نصف سنتيم مسافه بيناتهم. كنحاولوا نمشيو بنفس المسافه، نفس العبار ما بين العقده والعقده، حتى كنساليو جلابه اما جلابه ولا القفطان حتى لتحت ان شاء الله. انا هنايا كنسالف لي الشمع وتخبل لي واحد شويه الخيط. من بعد حيت دابا الشمع الخيط كيخصك تشمعو باش ما كيتخبل لكمش في الخدمه وكيعاونكم. دابا كنضربوا الضربه الاولى، الضربه الثانيه كنديروا فيها كيف ما قلنا العقيده، كنشدوها من الجهه التحتانيه اللي حيدنا منها الخيط وكنثبتوها الضربه الاولى، من بعد الضربه الثانيه، من بعد كنضربوا في الطرسان، كنعاوتاني نضربوا الضربه الاولى الضربه الثانيه، كنديروا العقده يعني باش كنحافظوا على نفس المسافه ما بين العقده الاولى والعقده الثانيه، يعني العقده اللي فاتت والعقده اللي غتجي موراها. انتما كيف ما كتشوفوا يعني كندير الضربه الاولى الضربه الثانيه. دابا العقيده، العقيده كنضربوا لها في التحت ديالها في البلاصه اللي حيدنا منها الخويط. انا كنعاود معكم بوحده بوحده باش تعرفوا شحال ديال المسافه كنديروا بيناتهم وشحال. حنا هنا كنديروا الخيط على 4 باش كيتشدوا العقيدات مزيان، كيجيو متثبتين وكتبقى الخدمه ديالك شاده راسها. هكذا كنمشيو بنفس المسافه ونفس الطريقه حتى كنساليو نصف طوق. نتوما تبعوا معايا البنات. كنتمنى الى عجبكم الفيديو فضلا منكم شاركوا في القناة ديالي وديروا لي لايك. ثم كيف ما كتشوفوا
الضربه الاولى الضربه الثانيه كنديروا من بعدها كنديروا العقيده. العقيده عاود كنضربوا فيها الضربه الاولى الضربه الثانيه كنعاودوا نضربوا في الترسان. انتما كيف ما كتشوفوا حتى فاش كنقلبوهم انتما انا غادي نقلبهم من بعد معكم تشوفوهم كي كيجيو واقفين. انتما كيف ما كتشوفوا انا هنايا انا ساليتهم انتما دابا غادي ندورو عليهم طراسن. انتما كندورو عليهم طراسن باش كنلاقيو ما بين جهة وجهة. اول حاجة كنديروها كنثبتو الطرسان مع الجلابة كنشدو الطرف الاخر ديال الطرسان كنثبتوه بالبرا والخيط. انتما كيف ما كتشوفو كنثبتوه بالبرا والخيط من بعد عادي اللويوه ثم ان شاء الله من بعد غادي نلويو على العقال حتى الجهه ديال التحت ثم كيف ما كتشوفوا هكذا كنمشيو مع كنلويو كنلويو حتى كنوصلوا للخر ديال العقيدات. الا كان قفطان هابط حتى لتحت راك حنا كنهبطوا مع العقاد كاملين حتى لتحت كنسطق او لا جلابه نسطق هي نفس العمليه حتى كنوصلوا ان شاء الله حتى لتحت. انا نكمل ونرجع معكم. انا هنايا انا كملتهم انتما كيف ما كتشوفوا كنرجعوا للجهه ديال القب كنحاولوا نعبروا نفس المسافه لي ما بين الفتحه ديال القب باش كنا انا فتحه من هنايا ومن هنا متساويين. كتعلموهم بشي حاجه انا هنا الطباشير تلفلي خشيتي الفنيته باش نعرف البلاصه اللي غادي نخدم فيها. من بعد قلبت الجلابه على الجهه الاخرى انتما غادي تشوفوا كنقلبوا ان كنبقاو من بعد كنضربوا ضربه في الطرسان وضربه كنضربوا ضربه في لوينا الخيط اللي لوينا على العقاد يعني الطرسان اللي لوينا على العقاد وكنضربوا ضربه اخرى في الجلابه يعني في الطرسان اللي لاصق في الجلابه من الجهه الاخرى. انتما كيف ما كتشوفوا كنخشيو في الطرسان الضربه الاولى في الطرسان اللي ملوين كنعاودو نرجعو هذا يعني كنلاقيو ما بين هاد الجهه ما بين الجهه اللي من جهتنا اللي فيها الطرسان مع الجهه اللي فيها العقيدات يعني الطرسان اللي لويناه على العقاد كنخيطوه مع الطرسان اللي في الجهه الاخرى. دائما الخيط على اربعه باش حيت كتدوزو مره واحده كتكونوا متاكدين. ها نتوما كيف ما كتشوفوا من بعد حيت كنساليو كنحيدو داكشي ديال الطرسان اللي بقى لنا في الاخر انتما يما كتشوفوا وهكذا كنكونوا سالينا التركاب ديال العقال كنكونوا سالينا الجلابه ان شاء الله. انا هنايا كفتها من التحت دابا غادي نديها ان شاء الله للمصبانه. انتما كيف ما كتشوفوا العقيدات سيكونوا واقفين. كنتمنى ان شاء الله ديروا اشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد وإلى فيديو آخر إن شاء الله.